اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامج شاهد وشواهد في مشوارنا الذي بداناه قبل حلقات مع الكاتب والباحث السياسي المعروف الاستاذ وليد الزبيدي. كان الحديث يجري دائما عن رؤيه الاستاذ وليد لما حصل في العراق منذ احتلالها عام 2003 لحد الان، وقدم لهذا الموضوع يعني مقتربات احتلال العراق، كيف كانت الأجواء في تلك الفترة. في هذه الحلقة في الحلقة الماضية فعلا كنا نتحدث عن المقاومة العراقية كرقم صعب، الرقم الأصعب على الساحة العراقية، كيف بدأت وكانت بداياتها. حدثنا عن شواهده الأستاذ وليد عما يعرفه عن المقاومة ودراسته وبحوثه عن هذا الموضوع. الرجل باحث مستقل تابع هذا الموضوع وخرج بنتائج، نتائج قيمة عن المقاومة. هو جزء من توثيق وحق هؤلاء الرجال الذين أعطوا للعراق سموا وكبرياء وأعطوه تاريخا جديدا. الحقيقة يستحق أن يدون ويستحق أن يحفظ في لأجيال لاحقة كثيرة. في هذه الحلقة إن شاء الله سنستكمل حديثنا عن المقاومة الرويته. الموضوع طويل جدا ومهما تحدثنا فيه ففيه الكثير الكثير. الأستاذ وليد في كتبة يعني البركان وحتى في يعني جدار بغداد كان يتحدث عن المقاومة، أنه يعني على الأقل في كتاب البركان تحدث عن 3175 يوما عمر المقاومة، هكذا وصفها من 10/4/2003 لغاية 21/12/2011، الوقت اللي أعلنت فيه القوات الأمريكية خروجها من العراق. دعوني اولا استقبل ضيفي وضيفكم الاستاذ وليد الزبيدي. اهلا ومرحبا بك استاذ وليد، ضيفا كريما. مرحبا، حياكم الله استاذ وليد. في الحلقه الماضيه كنا نتحدث عن بدايات المقاومه وكيف بدات المقاومه، لكن في ذهني انا اسالكم يعني ما دمنا نتحدث عن البدايات، كيف استطاعت المقاومه العراقيه ان تدرك من البدايه ان هذا ليس احتلالا يعني لاسقاط او عمليه عسكريه لاسقاط نظام مثل ما ادعت الولايات المتحدة، مثل ما ادعى العالم، حتى كثير من الدول الغربية كانت تدعي هذا. المقاومة العراقية من البداية أيقنت أن هذا احتلال مستمر، فيه تفتيت، فيه تقسيم، فيه تدمير للعراق، مشروع لتدمير العراق وليس قضية اسقاط نظام والذهاب وترك العراق لحاله، أو مثل ما سموه عراقا جديدا، يعني سنسلم لكم العراق بأسرع ما يمكن عراقا جديدا، لكن غايتنا هو اسقاط نظام، يعني بحث عن أسلحة دمار، هذا هكذا الكلام كان. المقاومة أدركت هالكلام غير حقيقي وهناك مشروع لتدمير وتفتيت العراق. كيف أدركت المقاومة هذا الموضوع؟ هذه نقطة مهمة وأعتقد تحتاج إلى أيضا بحث واستقصاء. المفاجئ لكل من يبحث في موضوع المقاومة العراقية أنه لم تكن هناك مؤسسة أو مجموعة أو منظمة تخطط لاندلاع المقاومة، على الأقل فصائل كثيرة ظهرت لاحقا. ولكن بعد أن بدأت العمليات وازدادت الهجمات ضد قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني، وبدأت تظهر بعد أشهر بيانات لبعض الفصائل، ثم تبلورت هذه الفصائل على شكل مؤسسات، يعني كل فصيل له مؤسسته، سواء كانت الإعلامية وإن بدأت صغيرة أو العسكرية أو هيئة أركان والجهد الاستخباري. عندما تعود إلى بدايات هؤلاء لم يكن أحد يعرف الآخر. نعم. بمعنى أن مجاميع كثيرة كانت تشعر ذات الشعور وتحس إحساس واحد أزاء الاحتلال، تفضلت تحدثت عنه، وبالتأكيد يعني هناك عوامل دفعت الكثيرين للبحث في نفس الاتجاه وهو مقاومة الاحتلال. بالتأكيد العامل الوطني مبدئية لدى كل الشعوب أنه ترفض الاحتلال، أي كان نوع الاحتلال ترفضه، إلا في تجربتين. يعني التجربتين كان للقوات الأمريكية أو للجيش الأمريكي دور كبير فيها، اللي هي التجربة الألمانية والتجربة اليابانية في الحرب العالمية الثانية.
يعني هاتان التجربتان من الاحتلال أفضت إلى ما يسميه خبراء وعلماء في اليابان منذ عام 2004 أنه حالة خنوع. وهناك مجاميع من العلماء في علم الاجتماع والسياسة شكلت لجان في اليابان لدراسة لماذا العراق قاوم الأمريكان ولماذا اليابانيين لم يقاوم. نعم. إذن موضوع المقاومة هو حق طبيعي وهو شعور مضاد لسلوك كبير بظاهرة أنه حتى الجسم اللي يدخل به شيء غريب يرفضه. والأمم المتحدة في ميثاقها تجيز هذا الدفاع عن النفس والدفاع عن الأوطان. هو بالتأكيد المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه من حق أي شعب يتعرض لاحتلال أن يقاوم بالنص، يقاوم على شكل مجاميع أو أفراد. نعم. وهذا حق شرعي للأديان والفلسفات والقوانين الدولية. فكان الاحتلال عفوا هو يعني لم يكن مفاجئ، يعني كانت هناك مقدمات لسلوك الأمريكان أزاء العراق. نعم. وليس العراق وحده، يعني هناك إحساس وقناعة تامة بأنه الأمريكان والغرب بصورة عامة يدعمون عدو العرب اللي هو إسرائيل، ويدعمون كل من يعمل بأي طريقة لتقويض البلدان المتقدمة، البلدان التي لديها أحساس وشعور وطني وقومي. ولم يتردد جورج بوش من القول أكثر من مرة بأن ذهبنا إلى العراق لحماية وتأمين حماية إسرائيل. إذن لحماية إسرائيل يعني هناك مشروع لتدمير بلد. نعم. قضية ليست تدمير أسلحة ما سمي كذبة أسلحة دمار الشامل ولا سرقة النفط كما أشيع الأمريكان جاءوا ليسرقوا النفط. الموضوع تفتيت بلد، تخريب بنيته الاجتماعية، والنتائج التي وصل إليها العراق بسبب الاحتلال تؤكد أن المقدمات التي رآها كل من سار في مشروع المقاومة كانت دقيقة، لأنه الصورة أنه الأمريكان يبنون بلد يحافظون على ما يسمى بالديمقراطية ونشرها تأكد للجميع وبدون أي نقاش أنه من قرر أن لا علاج للمحتل إلا بحمل السلاح كان القرار صائب. فظهرت أو بدأت مجاميع تبين أنها تتكون من 4 أشخاص أو 5. دعني أتوقف هنا أستاذ وليد وأسألك، المقاومة بدأت مبكرا، يعني في اليوم الثاني في 10/4 في يوم الثاني من دخول بغداد، يعني 9/4 دخلت القوات الأمريكية إلى بغداد، 10/4 لم تكن هناك فرصة لكل العراقيين لرؤية كيف يتصرف الجيش الأمريكي المحتل مع العراقيين، يعني لم تكن هناك فرصة واسعة وقت طويل، كانت قوات قد دخلت من مسافات بعيدة بعيدا عن المدن وإذا نجدها في بغداد، لم تكن هناك ممارسات معينة ما زالت يعني ما زالت في بداياتها، لم نكن نشهد يعني ما شهدنا، وكانت القنوات الإعلامية التي تنقل هي قنوات أمريكية وقنوات تحت وصاية معينة لا تنقل إلا الصور الجيدة والجميلة، يعني جاء هذا الجيش الأمريكي. هذا اللي يجعلني أسأل، يعني المقاومة من أول يوم أدركت هذا الموضوع، وكان هو تضليل وكانت وسائل الإعلام تضلل باتجاه أهدافهم. نعم. وفي الواقع يعني مشروع المقاومة تحديدا أنا قلت بأنه الاحتلال لم يحصل خلال ساعات، الاحتلال يعني قبل بسنوات طويلة تم تكريس صورة الاحتلال المقبل للعراق، أي بمعنى السلوك الأمريكي المقبل في العراق. في حرب عام 1991 نعم. العراقيون شاهدوا حجم الإجرام الأمريكي، هناك جرائم كثيرة لكن أبشعها كان ملجأ العامرية. نعم. اللي قصف في 13 شباط 1991، وهذه الجريمة تؤكد بأنه الأمريكيين أينما حلوا سيقتلون ويدمرون ويخربون، هذا على صعيد الفعل العسكري.
بعد ذلك ما سمي بثعلب الصحراء في أواخر نهاية شهر 12 1998. أيضا قصف لمدة 3 أيام وتدمير وقتل. والصورة لكل من يفهم أمريكا أنها ستخرب العراق، وهناك أدبيات ظهرت وهناك تصريحات أنه أمريكا ستقسم العراق. بشكل عام يعني ليس هناك احتلال مقبول، وليس هناك احتلال عبر التاريخ إلا أن يكون مجرم بحق الشعب. ولهذا القضية هي ليست أنه لننتظر كيف يتصرف الجنود ثم نبدأ أو نعيد، هناك من قال لننتظر سلوكياتهم. ولكن حقيقة بالخلاصة أن الذين بدأوا، يعني هناك بعض الفصائل تبين أنها في قبل أسبوع من 9/4 بدأوا يضعون خطط جمع السلاح. نعم. يعني كيف يجمع السلاح؟ أكو رؤية بأنه في حال انهيار الجيش وعلى وشك ستكون هناك أسلحة. جمع السلاح طبعا فورا تحتاج إلى أن تفكير بضباط في الجيش لوضع خطط عسكرية. و يعني يبدو أن هناك حماسا كبيرا كان في تلك الأيام، حماس لدى الشباب، حماس لدى أيضا خبرات في الجيش العراقي لمقاومة أو ضرب الأمريكان. رغم أنه يعني لا ننسى، وكنا احنا عشنا تلك الأيام، كان حقيقة زلزال، يعني زلزال بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يفكر، مثل ما تفضلت يعني كيف أين الأمور. يعني عندما تنهار دولة بقوة وتماسك الدولة العراقية بهذه السرعة، بالتأكيد يعني كيف يخرج شخص ويتحدث مع 4-5 ويقولهم أو يقنعهم يجب أن نشرع في عمل حتى نؤذي أمريكا، أمريكا بها القوة التي جاءت بها كيف تؤذى؟ فهذا يحسب لمن بذر البذرات الأولى للفصائل المقاومة، التي طبعا تحولت إلى فصائل معروفة وبعد ذلك إلى جبهات معروفة لها أدبياتها وإصداراتها موقعها على الإنترنت. فإذن السلوك الأمريكي والقناعات العراقية بهذا السلوك الإجرامي الذي لن يأتي بشيء اسمه ديمقراطية، وأيضا أمر آخر مهم أن الكل يعرف بأن كل ما تتحدث بها أمريكا كذريعة لغزو العراق كان كذب. نعم. ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل وعلاقة النظام العراقي والحكومة ما يسمى بالإرهاب وغير ذلك. عليه عندما يأتي صاحب مشروع إلى بلد وهو كاذب بالمطلق وهناك خلفية تراكمية لسلوكيات الإجرامية فصورته واضحة. هذا الأمر. الأمر الآخر، من شاهد، قد أختلف مع حضرتك بعض الجزئيات، من كان لديه ستلايت ويشاهد تقدم القوات الأمريكية والبريطانية، بدأوا هم يرتكبون جرائم بحق العراقيين في البصرة، الجيش الأمريكي والجيش البريطاني، وقتلوا مدنيين في الشارع ونقلت فضائيات، بعض الفضائيات هذه، وقبل أن يصلوا حتى النجف أو جنوب بغداد كانوا يقتادون يعني مدنيين من سياراتهم ويطحوهم أرضا. إذن هذه سلوكيات واضحة. وفي الحقيقة خلص يعني كل من اقتنع بأن أمريكا ستقدم حياة حرة رغيدة للعراقيين أتأكد الآن أنه خاطئ. ولهذا الكثير من الذين ساروا في مسلك الاحتلال وأمريكا يحاولون أن يتشبثوا الآن بشيء اسمه المقاومة أو الجهاد ويقولون ذلك. لكن التاريخ واضح والتاريخ مكتوب والعناوين واضحة ومعروفة، لا يستطيعوا أن يغشوا بهذا. يعني ممكن أستاذ وليد أن نقول أن التاريخ الإجرام الأمريكي مع العراقيين كان واضح عند الفصائل المقاومة أو المقاومين بشكل عام، يعني من خلال حرب 91 ضد العراق وخلال الحصار، 13 سنة من الحصار كانوا يعني قد فعلوا ما فعلوا بالعراق، للحد اللي تذكر حضرتك ونذكر كنا أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية عندما سئلت عن موت العراقيين وموت 500,000 طفل، 500,000 طفل، قالت نعم يستحقون الموت لأنه هذا الحصار يستحق أن يستمر على العراق
كانت هكذا الصورة ربما هذه. أريد أن أسألك أستاذ وليد أيضا، تتحدث عن فصائل وبدأت تتحدث عن فصائل، ما هي انتماءات هذه الفصائل؟ هل انتماءاتها إسلامية أم يعني من اتجاهات مختلفة؟ ربما ستحدث حديث علمي هذا. نعم نعم، الحقيقة يعني هذا بعد متابعة، وربما يعني توصلت إلى في نهاية عام 2004 أو 2005. الذين قاتلوا الأمريكان ثلاث فئات. نعم. الفئة الأولى التي يمكن تسميتها بالفئة الوطنية والقومية، وفيها طبعا مقاتلين حزب البعث من الاتجاه القومي، هؤلاء قاتلوا ولديهم فلسفة في هذا الأمر. يعني هذه الفئات الثلاثة لكل فئة فلسفتها. نعم. كان فلسفة الاتجاه القومي والبعثيين أنه لنعمل بأسرع ما ممكن لهزيمة الاحتلال. لماذا؟ لأن هم يرون كلما بقى الاحتلال أكثر كلما خرب في العراق، وكلما حاول تجذير التجربة الجديدة في العمل الذي يرونه غير وطني لأنه يتماهى مع مشروع الاحتلال. الأمر الثاني، أو ربما لاسترداد الحكم، أنا أتحدث عن المقاومة والمقاومة. أنت تتحدث عن بعثيين حتى المقاومة يعني يفترض في مفهوم المقاومة وفلسفتها ورؤيتها أنها لا تسعى لمصلحة. نعم. وإنما تعمل لكي تخدم البلد والشعب. نعم. ربما هناك سياسيين يفكرون، وأنا أتحدث عن المقاوم الذي يجابه الدبابة الأمريكية. نعم. وهو يتوقع 90% يقتل، إذن هذا ذهب لمشروع. ففلسفتهم أنه الإسراع كما قلت لكي يتخلصوا من الاحتلال. نعم. وأن لا يتجدر أو يتوسع. ورؤيتهم أنه لديهم كوادر جاهزة لإدارة الدولة الجديدة، وهذا معروف يعني كوادر في الاقتصاد وفي الإعلام وفي الإدارة وفي كل شيء وفي النفط. نعم. فالفئة الأولى كما قلت القومية والبعثية كانت هكذا رؤيتهم. نعم. العمل الإسراع عدم إطالة وجود القوات الأمريكية. الفئة الثانية كانت الفصائل الإسلامية الوطنية العراقية. نعم. وعناوينها معروفة. اختلفت رؤية وفلسفة هذه الفصائل عن الفئة الأولى. كيف؟ اختلفت، هم كانت رؤيتهم أو اتضحت رؤيتهم أنه يستمرون في إيقاع أكبر الخسائر بالقوات المحتلة. نعم. يعني ليس خسائر آنية تجبر الأمريكان على الفرار. طبعا الكل يتمنى أنه الأمريكان يعني يخرجون بسرعة، ولكن فلسفتهم ورؤيتهم أنه يوقعون الكثير من الخسائر البشرية والعسكرية وارتداداتها الاقتصادية، هذا سيخلق قناعة لدى الإدارة الأمريكية بعدم التفكير بغزو أي دولة عربية وإسلامية أخرى. إذن مشروعهم صار أوسع. نعم. أنه وضع حد للأطماع الأمريكية والجرائم الأمريكية ليس في العراق وحده، وطبعا لأنه صفتهم إسلامية من هذا المنطلق، وساروا بهذا الطريق أيضا. طبعا لا يؤخرون فعل عسكري المقاوم، ولكن رؤيتهم أنه تكون أقسى الخسائر وأكبر الهزائم بالقوات الأمريكية، وهذا بالمناسبة تحقق. نعم. الفئة الثالثة هي السلفية الجهادية. نعم. والسلفية الجهادية رؤيتها أمر آخر. السلفية الجهادية كانت غير مستعجلة لخروج القوات الأمريكية، وكانت تريد أن تستمر في إيقاع الخسائر بالقوات الأمريكية لسببين. نعم. السبب الأول، هناك من يدعم من أصحاب التوجه الإسلامي في العالم يدعم السلفية الجهادية التي تقاتل
الطاغوت الأمريكي، فهم يحصلون على دعم. الأمر الآخر أمر عسكري بحت، السلفية الجهادية لديهم. هم حصلوا على دعم أم يفكرون أن يحصلوا على دعم؟ أنا لا أعرف إذا حصلوا أو لا، ولكن نعم. هكذا المعلومات نعم. وهكذا الإحساس لدى الكثيرين عندما يكون هناك تأييد ودعم، وهذا لاحظناه في فترة لاحقة. في السلفية الجهادية نظريتهم في أدبياتهم أنه الجهاد ليس بعد التعليم أو التربية على الجهاد، الجهاد يكون أثناء الجهاد، أو التربية على الجهاد تكون أثناء الجهاد. فالعمل بالنسبة لهم العسكري ليس فقط إيقاع خسائر بالطرف الآخر، وإنما تدريب على الجهاد، وهذا فعلا ما حصل في نتائج لاحقة. ويعني السلفية الجهادية في العراق وفي سوريا عندما وصل أعداد المتطوعين لها بالآلاف من كل دول العالم، طبعا واحدة من النتائج التي عملوا عليها في فترة المقاومة في العراق. فهذه الثلاث فئات تحديدا يمكن إجمال فلسفاتها فيما يتعلق بمقاومة القوات الأمريكية. عفوا أستاذ وليد، يعني بالحديث عن ربما يعني أخطاء ارتكبتها المقاومة، أو يعني دعني أسأل أولا هكذا، هل ارتكبت المقاومة أخطاء معينة في قضية طرح برنامج سياسي، أو في طرح اللقاء التوحد؟ هذه الفصائل كثيرة وتعمل باتجاهات مختلفة، هل كانوا متوحدين في الرؤية، في الاتجاه، في التنسيق، أم ماذا؟ أم كان كل فصائل معينة تابعة لفكر معين، لتوجه معين، تعمل بالشيء الذي تريد أن تحققه ويحقق فلسفتها؟ كانت هناك يعني طبعا آراء وأفكار مختلفة تماما. فمن يريد أن يزيل الاحتلال فورا له رؤيته وهو مقتنع بها، وكثيرين يقتنعون بها، هذا صح، هذا يريد أن يخلص من الاحتلال. من يأتي ويقول أن إيقاع أكبر الخسائر للقوات الأمريكية ستعطيهم درسا، هذا أيضا تبين صح، لأنه في بعد 2009 هيلاري كلينتون كانت وزيرة الخارجية، نعم، وكانت عندهم مشاكل في أفغانستان، نعم، فطلبوا تدخل وتوسيع القوات الأمريكية في أفغانستان. نعم. ماذا قالت بالنص؟ قالت لن نعيد تجربة الفلوجة بعد الآن. بمعنى أنه الذي كان يقول أن إيقاع أكبر الخسائر بالقوات الأمريكية ستحمي شعوب ودول إسلامية كان رأيه صحيح. السلفية الجهادية لا تؤمن حتى بالفصائل الإسلامية الوطنية، لأنها تقول بأن الجهاد في كل بلاد المسلمين. الفصائل العراقية الإسلامية يقولون حدود مقاتلتنا للقوات الأمريكية حدود العراق. فهذه الفلسفات التي هي مبنية على أدبيات وقناعات ومنهج هنا تناقضت. ولكن أيضا بالمناسبة الفصائل الإسلامية الوطنية التي يعني ترتبط أو تشترك بهذه الرؤية أيضا لم تكن متفق، لم تتفق على جبهة واحدة، ولهذا تشكلت أكثر من جبهة بعد ذلك. والفصائل والنشاط القومي والوطني أيضا لم يتفق بكل أطراف. التي اتفقت بكل اتجاهاتها فصائلها هم السلفية الجهادية. هل كان هذا عامل قوة أم عامل ضعف؟ يعني هذا عدم اتفاقهم أو عملهم في ساحات مختلفة وبروع مختلفة أو فلسفات مختلفة، هل كان عامل قوة للمقاومة أو عامل ضعف؟ من جانب فيه عامل قوة، لأن يعني القوات الأمريكية ومن معها والحكوميين كانوا يحاولون اختراق هذه الفصائل. نعم. فكان ممكن أنه الاتفاق العام أو الخاص ممكن أنه يكون يعني ثغرة لاختراقهم، يعني استخباريا أو عامل ضعف، لأن كثير من الفصائل كانت تعمل في منطقة واحدة ولكنها غير متفقة.
لو كانت تنسق عملها على الأهداف الأمريكية لكان يعني الخسائر كانت أكثر بالقوات الأمريكية. فكل جهة تنظر إلى الموضوع من قناعاتها. ربما أستاذ وليد يعني ذكرت حضرتك تجربة المقاومة الكبيرة أو فعل المقاومة الكبير، ربما واحد من أفعالها الكبيرة اللي هو عنوان الفلوجة، معركة الفلوجة عام 2004، معركتين في شهر نيسان وفي شهر تشرين أول، يعني شهر الرابع وشهر الداعش، كانت معركتين قوية في الفلوجة، يعني سنتحدث عنها، لكن دعني أولا نتوقف عند فاصل قصير ونواصل هذا الحديث. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونحن نستقبل يعني الجزء الثاني من هذه الحلقة، وضيفي وضيفكم دائما الأستاذ وليد الزبيدي. أستاذ وليد، كنا قبل الفاصل يعني تحدثنا عن المقاومة، كنت قد سألتك عن معارك الفلوجة، يعني هذا العنوان الكبير، معركتين كبيرة مع قوات الاحتلال الأمريكي، يعني تؤرخ في سجل المقاومة كراية كبيرة وعالية الحقيقة، وتركت ما تركت من آثار وتداعيات على جيش الاحتلال الأمريكي، للحد اللي حضرتك تحدثت عن هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة خارجية قالت لا نريد أن نعيد درس الفلوجة مرة أخرى، هذا موضوع يعني كبير وكان مؤثر فيهم وسيبقى مؤثرا في القوات الأمريكية. كيف تحدثني عن هذه المعركتين، قدرات المقاومة، كيف كانت المعركتين صارت في عام 2004، يعني بعد ربما عام بالضبط من احتلال العراق، وأنت تواجه يعني أقوى قوة في العالم، أعتى قوة في العالم تجهيزا، عددا، أسلحة، لوجستية، قدرات هائلة، وأنت في مدينة محاصر بها ومدينة منبسطة، كنت تتحدث عن تضاريس في حلقات سابقة، مدينة منبسطة ليس فيها تضاريس، ليس فيها قدرة على الاختفاء، كيف تحدثني عن هاي المعركتين القوية، كيف كانت الأجواء، أوضاع هذه المعركة؟ نعم، الفلوجة طبعا أصبحت يعني مدينة يعني مقترن اسمها بالمقاومة العراقية، لدرجة أن الكثيرين يقولون أن المقاومة بدأت من الفلوجة، وفي واقع الحال نعم الفلوجة مدينة مقاومة، ولكن المقاومة لم تبدأ من الفلوجة. للتأريخ، إذا كان المعيار أنه قتل الأمريكان وهكذا بدأت المقاومة، فبدأت في بغداد. نعم. وإذا كان المعيار الآخر أنه خرجت مظاهرات ضد الاحتلال وتعرض الناس إلى القتل بالرصاص الأمريكي، فيعني هناك مدينتان خرجت فيها مظاهرات وقتل عراقيون قبل مدينة الفلوجة. في مدينة الموصل يوم 16/4 خرجت مظاهرات وقتل أعتقد 8 أشخاص بقوات بنيران القوات الأمريكية، وحصلت مواجهات بين المواطنين والقوات الأمريكية. نعم. بعد ذلك في مدينة النجف يوم 23/24/4 خرجت مظاهرات ضد القوات الأمريكية وقتلت القوات الأمريكية عراقيين في تلك المظاهرات. المظاهرات في مدينة الفلوجة خرجت يوم 28/4. نعم. وقتلت القوات الأمريكية مواطنين من المدينة وردوا، ولكن في الفلوجة بعد هذه الحادث وقتل عدد ليس قليل، أظن 11 أو 12 شخص، 17 نعم، بدأ نشاط غير طبيعي في مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها ضد القوات الأمريكية، وازداد هذا النشاط بحيث أصبح يؤرق فعلا قوات الاحتلال الأمريكي، فاستمر تصاعد طبعا. نعم. كما تصاعد في مناطق كثيرة أخرى في العراق، لكن كما قلت الفلوجة كانت ساخنة. حصل حادث أنه المقاتلين أو مقاومين ما لا أعرف إلى أي جهة ينتمون، اعتقلوا 4 من أظن شركات أمنية أو CIA أمريكان، وقتلوهم وعلقوهم على جسر الفلوجة. نعم.
فهذا طبعا حدث يعني أثار القلق البنتاغون والسي آي اي ومخاوفهم. كيف في بلد مثل العراق في مدينة مثل الفلوجة يجرؤ الناس أن يعملوا بهالشكل؟ وللتذكير فقط أستاذ ولي، كان عدد القوات الأمريكية في ذلك الوقت 160 ألف جندي في العراق، بعد سنة لا ازداد إلى أكثر من 220 ألف. نعم في البداية كان حدود 140، وكان مقرر يخفض إلى 100 أو أقل من 100، ولكن ذكرت سابقا يعني بعد أن زادت العمليات بدأ استخدام قوات أخرى. نعم. طبعا هناك شركات أمنية وهناك أجهزة أمنية أيضا أمريكية دخلت في العراق، فجن جنون الإدارة الأمريكية وقررت اقتحام المدينة. ولكن أيضا بالمقابل اصطف المقاتلون، وهنا يعني كما قلنا عدم اتفاق سابقا في هذه المعركة، اتفقت جميع الفصائل على أن تقاتل صف واحد. نعم. يعني عندما تكون قضية كبيرة ومهمة وفي منطقة واحدة لم تختلف الفصائل القومية والإسلامية الوطنية والإسلامية الجهادية. نعم. فقاتلوا صف واحد ضد القوات الأمريكية، وفشلت القوات الأمريكية في اقتحام المدينة، وهذا أثار حديث ونقاشات كثيرة في الأوساط العسكرية والأكاديمية والسياسية. والقول مدينة مساحتها 5 إلى 6 كيلومتر مربع، بناياتها كلها قديمة، ليس هناك مخابئ ولا ملاجئ. نعم. والقوة الأمريكية بكل ما تملكه من طائرات وقاصفات، لكنها فعلا فشلت في اقتحام. يعني حاولت الاقتراب إلى يعني ضواحي المدينة، ولكن تصدى لها أبطال المقاومة ووقعوا فيها خسائر كبيرة. هذا الحدث كان قاسي بالنسبة للإدارة الأمريكية، فبدأوا يخططون لمعركة أخرى التي هم وضعوا لها خطة إبادة. قبل المعركة الأخرى أستاذ وليد، يعني ما تأثيرات، يعني أنت كإعلامي كصحفي كباحث، يعني أكيد تابعت تأثيرات هذه المعركة بنتائجها على عموم العراقيين، على عموم هذا البلد والشعب المحتل، على عموم الساحة التي تحتلها قوات الأمريكية والبريطانية، كيف كانت تأثيرات هذا الحدث أنه مدينة صغيرة مثل الفلوجة تقاوم بهذه الطريقة وتستطيع أن، يعني هو من البداية شجع الناس كثيرا عندما استطاع، يعني شخص شاب صغير، من تدمير دبابة، من تفجير همر، قتل جندي اللي كان البعض يعتقد هذا مستحيل بسبب الدعاية، بسبب شكل الأسلحة، سبب المفاجأة الكبيرة، الصدمة والترويح هذه، وإذا بمدينة صغيرة تصمد كل هذا الصمود وتنتصر على هذه القوات وتذيق هزيمة يعني ليست سهلة في ذلك الوقت وهي تسيطر على البلد. ما تأثيرات هذا على يعني باقي العراق، على طبيعة الوضع السياسي في العراق؟ نعم. ما سؤال مهم حقيقة. يعني من أصحاب التوجه الإسلامي مع بداية الاحتلال أصدروا أشبه بالفتاوى أو تحليلات ورؤى يقولون فيها بأن الوقوف ضد الأمريكان أمر خاطئ، ويستندون بأنه عدم وجود تكافؤ، أنت لا يجوز أن تقاتل قوة أنت لا تمتلك قوة تعادلها وتكافئها. وهكذا أصدروا كتب بعضهم، يعني أحد الأشخاص أظن في صلاح الدين في البيجي صدر كتاب يشرح به أنه إضافة لا كان في الجامع يتحدث كما سمعت، وحتى بعضهم في الفلوجة وفي الرمادي وفي بغداد كانوا يروجون إلى أنه لا يجوز قتال قوات بهذا العدد وهذه الضخامة إن لم يكن هناك تكافؤ في القوة. هذا من يا منطق، يعني هم منطق، هم يقولون منطق إسلامي، لأنه إذا تقاتل قوة كبيرة وأنت لا تمتلك أن تقود إلا التهلك.
المنطق الإسلامي أنت تعرف وأنا أعرف لا يؤمن بهذا الكلام يعني. تأكيد وأنا... ولكن هكذا طرح. نعم. هذا طرح على نطاق واسع يعني خاصة من لنقول الإسلام السياسي السني الذي يشارك في العملية السياسية من هذا المنطلق. نعم نعم من هذا المنطلق أنه لا يجوز مقاتلة الأمريكان. إذن هو من توجهات سياسية من رؤى سياسية بالتأكيد. لكن عكست بطريقة أخرى. نعم بالتأكيد. نعم فعندما حصلت معركة الفلوجة الأولى وفشلت القوات الأمريكية التي قالوا أنها غير لا تمتلك قوة مكافئة لها كان هذا رد كبير وعملي على أصحاب هذا الاتجاه. نعم لأنه خلص هذه يعني هذا المكافئ موجود وهذه قوة مقابل قوة. نعم فكان هذا أول عامل حقيقة يعني داعم لأصحاب رؤية أنه نسير في المقاومة ضد مهما كانت هذه القوات. الأمر الثاني كان مهم جدا وهو حفز كثير كثير من الشباب في مناطق أخرى ليست في الفلوجة والأنبار في كل مناطق العراق حفزهم للإقتداء بالمقاتلين الذين لا يمتلكون أسلحة خفيفة وتمكنوا من هزيمة القوات الأمريكية. القوات الأمريكية بكل عديدها وقوتها وسلاح الجو عندما تفشل في اقتحام مدينة صغيرة بمعنى انهزمت وهذه هزيمة حقيقية. فكانت العمليات من يرصد العمليات بعد يعني من مايس صعودا في مختلف مناطق العراق ازدادت بشكل كبير جدا وبدأت ملامح يعني تتشكل لوجود 32 طريق سميت أو يمكن تسميتها طرق الموت وهذه الطرق هي التي تربط بين القواعد الأمريكية بعضها ببعض وبعضها ببغداد وغالبا ما تكون لأنه القواعد الأمريكية ليست في المدن. نعم. فتضطر هذه الهمرات والأرتال أن تسلك طرق زراعية أو محاطة بمزارع ف 32 طريق من طرق الموت بعد معركة الفلوج كانت موجودة طبعا وفيها هجمات ولكن بعد معركة الفلوج الأولى كانت هذه الطرق يوميا لا تقل عن همرين أو ثلاثة تدمر في كل طريق. نعم. وكانت أعداد الخسائر فعلا كبيرة وها كان الناس يشوفوها. نعم. في المناطق التي توجد فيها القواعد الأمريكية فهذا يعني أن الإيقاع النفسي لدى الشباب ارتفع كثيرا لأنه أعطى الثقة بأن من يقول أن القوات الأمريكية لا تهزم أو لا يجوز التصدي لها هذا غير صحيح. طبعا على الطرف الآخر هنا ازدادت المقاومة ازداد الحماس الفصائل كما تبين أنها درست ما حصل في معركة الفلوج. نعم. وبدأت تفكر بأنه قد تحصل ذات المعركة في مناطق ومدن أخرى ف يعني أشبه بهيئات الأركان تنقل كيف كانت المواجهة كيف يعني أين مكان من قوة السلاح الأمريكي وأين عوامل ضعفه. بدأوا يستنبطون الدروس والعبر من هذه المعركة ووزعوها على المدن الأخرى بالتأكيد. نعم. يعني حتى الاتصالات كيف تكون الاتصالات لأنه مثلا اكتشفوا كانت اتصالات عندهم يخترقوها تخترق القوات الأمريكية. نعم. وتسببت ببعض الخسائر. الضباط المشاركين من المقاومين وفيهم أركان بدأوا يدرسون كأنها هي معركة مثل المعارك الكبرى التي تحصل في التاريخ وهذه من الإيجابيات أنها توزع نتائجها على الفصائل الأخرى يعني ليس شرط أن يكون من نفس الاتجاه أو التوجه وإنما المعاني أو الدروس المستنبطة من معركة الفلوج الأولى بدأ إيصالها إلى حتى المجاميع الغير مرتبطة بأحد وهو كان نوع من التعاون الجيد ويحسب للفصائل. إذن معركة الفلوجة الأولى جعلت مساحة المقاومة تتسع أعداد المقاومين يزداد بدخول أعداد جديدة من المقاومين إضافة إلى ارتفاع الخبرة وزيادة الخبرة وهكذا تراها هذه دروسها.
ذهبوا باتجاه المعركة الثانية. نعم، في الوقت الذي تصاعدت فيه وانتشرت المقاومة أفقيا كان البنتاغون يخطط للمرحلة المعركة الثانية ولم يترك الموضوع، وكان التخطيط طبعا جاءوا بمدفعية خاصة وحتى بقنابل خاصة، وهيئوا الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، واندلعت المعركة في شهر نوفمبر في شهر 11/2004 تشرين الثاني. وكانت معركة شرسة جدا طبعا. هذه المعركة واضح أنه الأمريكان راح يدمروا المدينة، فالمقاتلين أيضا طوروا كل إمكانياتهم وأيضا اتحدوا في العمل الميدان. نعم. توحدوا وخرجت العوائل، بقيت المدينة فقط للمقاتلين، وحصلت معارك شرسة جدا في هذه المدينة رغم استخدام الفسفور الأبيض. لم يخرج يعني مثل ما قرأت ومثل ما يعني كثير كتبوا، لم تخرج كل العوائل، جزء منها كبير خرجوا الباقي وقسم بقي. بقي نعم، نعم. ولكن نعم. الأغلب خرجوا. نعم. وطبعا لم تعلن القوات الأمريكية عن جميع خسائرها. كنت قبل أشهر في حوار أو نقاش ضمن برنامج في قناة الجزيرة، فكان معي الطرف الثاني مارك كيمت. نعم. مارك كيمت كان المتحدث الرسمي بالقوات باسم القوات الأمريكية في العراق في ذلك الوقت. نعم. فذكرت بما حصل في معركة الفلوجة. حقيقة هو خرج في مؤتمر صحفي وقال بالنص، قال تمكن المسلحون من قطع جميع إمدادات جميع طرق إمدادات القوات الأمريكية قواته، وهو طبعا ثمر الانتشار وزيادة عدد المقاتلين والحماس. خرج المقاومون في كل أنحاء العراق، قطع طريق عرعر وطريق كركوك وطريق الموصل وطريق الأنبار. نعم. كل هذه الطرق سيطر عليها المقاومون، وفعلا يعني فكانت معركة شرسة. واعترف في هذا أول مرة يعترف، قال خسرنا في معركة الفلوجة الثانية 100 جندي. نعم. في المقابلة التلفزيونية. طبعا خلاصتها تضحيات المقاومين كانت كبيرة، وهم غالبيتهم كانوا يعرفون أنهم يعني هذه معركة لا يستطيعون أن يصدوا كل القصف والفسفور الأبيض، ولكن أيضا معركة طالت وحرقوا أعتقد 80-90% من البيوت بالفسفور الأبيض ودمروه. وكانت أيضا هذه محطة مهمة أخرى ليكون عام 2005 عام قاسي جدا على القوات الأمريكية. نعم. أستاذ وليد، سألتك أنا يعني الكثيرين يقولون في كل تجربة هناك أخطاء، بالتأكيد يعني فيها إيجابيات كثيرة ولكن تشوبها أخطاء، ما هي الأخطاء اللي سجلتها على المقاومة العراقية؟ ما هي يعني هل أخطأت في توجهات معينة؟ هل يعني ما هي هذه الأخطاء؟ هل أثرت على عموم استراتيجيتها لتحرير العراق؟ هل كان لها تأثير في فيما بعد على أن المقاومة يعني بعد عام 2011 قد خفت وتيرتها الحد الذي بدأ الكل يتساءل أين المقاومة العراقية؟ طبعا هناك أخطاء متعمدة وهناك أخطاء غير مقصودة في كل عمل يكون. أنا أعتقد حصلت أخطاء لدى المقاومة العراقية ولكنها غير مقصودة. نحن دائما نقول بأن المقاومة العراقية بدأت مسلحة وليست سياسية، وهما تختلف به عن كل المقاومة. هنا الإيجابية أنها بدأت وجذبت مقاومين وكانت نواة لتشكيل فصائل واتسعت، ولكن كان يفترض أنه يرافق هذا وبصورة واسعة ومكثفة عمل سياسي لها. لماذا؟ لأنه المقاومة تشبه الدولة، والدولة عندما تكون هناك قوة كبيرة لوزارة الدفاع، مهمة وزارة الدفاع ليس رسم سياسات تتعلق بالبلد والخارج،
وزارة الدفاع مهمتها أنه يقولون لها أرسلوا قوة إلى المكان الفلاني، جابه الدولة الفلانية، هم ينفذون هذا. فاستطيع القول أن المرحلة الأولى من المقاومة العراقية كانت بهذا الشكل. هو ليس قصورا أن القائد العسكري أو سمى أمير في الفصائل أنه لا يرسم الآفاق السياسية بشكل واضح وسليم، ليس اختصاصا. طبعا بعد ذلك حصلت هناك انتقالات بهذا الجانب، ولكن لو كان القائمين على الفصائل وضعوا خطة لأن تنتقل المقاومة إلى كل مناطق العراق حتى إذا أقل يعني وابتحت كل الظروف، لكان هذا يسرع كثيرا من هزيمة الاحتلال ويعطي أكثر الصفة الوطنية للمقاومة العراقية التي يحاول الكثيرون أن يجعلوها أما طائفية أو مناطقية. أيضا هناك أخطاء في الإعلام، إعلام المقاومة. المقاومة العراقية لو حصل يعني حصلت قبل عقد ونصف مثلا من الوقت الذي بدأت به لكان حوصرت حصار خطير بالنسبة للإعلام، لأنه لا أحد يتبناها على الإطلاق. يعني فقط كانت قناة الجزيرة تبث من عشرات العمليات اللي يرسلوها الفصائل إلى عبر الإنترنت، يبثون قليل وبارك الله فيهم يعني. ولكن لديهم كانت وسائل الإنترنت وكيف يمكن استخدامها، فكان هناك ضعف على الأقل أتحدث عن السنوات الأولى في إنتاج العمليات في تصويرها. كان يفترض أن تكون هناك بيانات على الأقل موحدة يعني لبعض الفصائل، وهي ما تعطي انطباع لدى الآخرين وللمقاتلين أيضا بأن هناك اتفاق على الخطوط العريضة. هذا كله لم يحصل. أما أخطاء ميدانية أعتقد تميزت المقاومة العراقية بأنها ركزت على استهداف فقط استهداف قوات الاحتلال، وهناك إصدارات معروفة لفصائل أن يعني زارعين عبوة والعبوة تستهدف رتل الأمريكي، أجى طفل وتوقف راجع من مدرسة أو شيء، طبعا يروح الرتل بس ما يقدر يفجرون لأنه موجود طفل. أو في أحد الإصدارات أجى شرطة مرور ووقف الشرطة مع لا يعرف رتل جاي يمر أيضا. فهذه يعني هذا ما المعروف أيضا أنه لا يمكن استهداف المدنيين، وإن كان ممكن أن توقع بالعدو خسائر كبيرة. فهذا على هذا الجانب ما حصلت أخطاء حسب معلوماتي يعني. أنت تحدثني عن معارك شرسة ومواجهات خطرة وفي أرض مفتوحة ورؤية إنسانية والتزام إنساني وأخلاقي عالي جدا جدا لهذه الدرجة، يعني أنت تعطيني نماذج طفل يتحرك يوقفون التعرض لرتل أمريكي. هذا تفجير، لا تفجير واحد. نعم. هذا تفجير عبوة. نعم. بس هي تستقصد يعني رتل أمريكي، أمر أمريكية، دبابة أمريكية يعني، أو شرطة مرور لأنه هذا ليس له يد فيما يحصل، يعني مو جزء من هذه العملية اللي تستقصد العراقيين فهم يعني يوقفون هذه العملية. يعني كيف يمكن لمقاومة في العالم ليست هذه مثالية عالية ورؤية عالية؟ هذه لم يعني عندما تدرس المقاومات في كل العالم لا تجد مثل هذه الصورة، أليس كذلك؟ نعم. هو هناك طرقات طبعاً. نعم. استنادا للعقيدة اللي يؤمن بها الفصيل أو الجهة، هناك من يعني يبيح، لكن على الأقل الفصائل التي طلعت على أدبياتها وشاهد إصداراتها كانت ملتزمة بهذا الجانب جدا يعني. والمبدأ الذي في الأدبيات وفي الطروحات
أنه نحن نقاتل من يقتل العراقيين، فكيف نسمح لأنفسنا بأن نؤذي عراقي؟ فهذا المبدأ القائم يعني بهالشكل هذا. يعني هناك أيضا أفلام لفصائل، العبوة مزروعة، طبعا طريقة العبوة أنه الشخص في الطرف الثاني اللي يفجر وبالطرف الآخر اللي يصور. نعم. فتأتي سيارة ترى الرتل الأمريكي من بعيد، سيارة مدنية وسيارتين توقفون على جانب الطريق، ويأتي الرتل وتفشل العملية. نعم. وطبعا لا أحد سيعرف من الذي فجر وقتل، ربما جنرال أمريكي، ولكن هكذا كان التوجيه، وهو توجيه للفصائل أنه حتى إذا فشلت عشرات العمليات أن لا يلحق أذى حتى بأي إنسان، ليس قتل حتى جرح أو أذى، وهو المبدأ أنه إحنا نقاتل من يقتل العراقيين ويؤذيهم، فكيف يؤذون العراقيين؟ أستاذ وليد، كان بودي أن يعني في هذه الحلقة أن نتحدث عن هذه رؤيتك عن المقاومة، وحديثك دائما في وسائل الإعلام والكتب اللي أصدرتها، هذه جعلت الآخرين وبالذات الأمريكان يعتقدون أنك جزء من هذه المنظومة، جزء من عندها، لك قرار فيها. لذلك كان يعني حادث من الأحداث إن شاء الله نتحدث به، حادث كبير، وكانوا يعتقدون أنه بالإمكان مع الحديث معك أن يصلوا إلى تفاهمات مع المقاومة وهكذا. سأجل هذا الحديث الحلقة القادمة إن شاء الله. أنا أشكرك شكرا جزيلا، ألتقيك في حلقة أخرى إن شاء الله، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله نستكمل هذا الحديث. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.